النهارده 9 مارس يعني يوم الشهيد والذكرى ال55 لاستشهاد الجنرال الذهبي الفريق اول عبد المنعم رياض. وبالمناسبه الوطنيه دي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الندوه التثقيفيه ال39 للقوات المسلحه بمناسبه هذا اليوم المهم يوم الشهيد تحت عنوان ويبقى الاثر. الليله في 9 ان شاء الله هنحاول ان احنا نتقصى اثر بطل هذا اليوم الشهيد عبد المنعم رياض وغيره من شهداء هذا الوطن واللي بتحرص الدولة دايما على تكريمهم وتكرار تكريمهم زي ما قال السيد الرئيس للتذكرة بالثمن اللي اندفع في مواجهة فكر بيستبيح دمنا ومستقبلنا. وزي ما احنا عارفين طبعا ذاكرة قواتنا المسلحة هي بئر لا يجف، كل عام وفي كل احتفال بيظهر من البطولات والتفاصيل الجديد والجديد. ويمكن على مدار اليوم النهاردة تابعنا على قنوات المتحدة وقناة الوثائقية بشكل أكثر تحديدا الفيلم الوثائقي عن الشهيد عبد المنعم رياض واللي تم فيه الإفراج عن لقطات بتظهر ولأول مرة زي مثلا البدلة العسكرية المخضبة بدماء الشهيد. والحقيقة الكلام اللي النهاردة اتعرض سواء استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، وانا يمكن في حاجه لظباطنا اللي موجوده وحتى لطلبه الكليات العسكريه اللي موجودين، كان في يوميات وتعرضت مره ما اعرفش انتوا شفتوها ولا لا عن حياه الشهيد عبد المنعم رياض، وهو لما يعني وكلت له المهمه فهو يعني راح مكتبه يعني فلقوا مجهزين مكتب كويس قوي يعني ساعتها يعني. فقال لهم لا انا عايز ترابيزه بس وشيلوا السجاده ديت وحطوا لي يعني كده يعني حاجه بسيطه خالص. فانا توقفت جدا قدام الاجراء ده، فاتاري ان الاستقامه ويعني الزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير قوي للناس. انا بقول الكلام ده لنفسي وبقوله لكل اللي موجودين بيسمعوني ان هو يعني هو استشهد مفيش شك، بس دي كانت مقدمات في تقديري، دي كانت مقدمات ان المسار ده والطريقه دي والنفس دي اكيد هيبقى معاها خير عظيم جدا وتنتهي بان هو يستشهد وياخد لقب شهيد. نفضل كل سنه نحتفل نتكلم عنه ونقدر جدا مساره لغايه لما استشهد وما بعد استشهاد.